هذه بلادي البحرين نورها ساكن العين حياكم الله يا طيبين تعالوا زورونا الحين بحريننا أسطيرة أمان فيها الربع والخلان تعالوا لفوا فريج فريج شوفوا الطيبة بكل طريق حياكم حياكم زورونا الحين. اليوم الأجواء في مراسي جميلة يا أبو سعيد. دائما اي والله ييد قبل البرنامج خذت لي تمشاية داخل المجمع. الأجواء ما شاء الله ولا غلطة وانت خراجك ولا غلطة. سلمك الله يخليك ما عليك زود. حياك الله يا فاطمة. الله يحييك. شلونك؟ الحمد لله. حيا الله من يوانا. الله يحييك. شرفتينا ونورتينا. تفضل يا أبو سعيد. شكرا. انت على الهواء العزيز. شكرا شكرا. حيا الله فاطمة تقي. الله يحييك. كيف الحال؟ الحمد لله. امورك زينة؟ اوكي. كل شيء تمام؟ كل شيء تمام الحمد لله. لانك شفتي حلقة هاشم شرف خربنا كل شيء في البداية. شوفي كلمة خربنا. ليش شفتي الحلقة؟ شفت شوي. فاطمة تعرفين انت الحين سويتي فينا اخر ربع ساعة في البرنامج؟ خطط وتشوفين انا اسولف معاك في البدايه هذه خطط بيني وحمد عبد الله ابو قيس. اوكي. كنا نمر الرسائل. انت دريت ان بنغير المقدمه؟ لا. اوكي. ايش كنت اسوي في البدايه؟ شنو؟ انا ايش كنت اسوي في البدايه؟ مقالب. اوكي نسوي مقالب. فهذه عندي ستايل مع حمد عبد الله ابو قيس. اذا بديت اسوي مقالب مع الضيف يعني نغير كل شيء في البدايه. اوكي. اي ما نقول. يلا سوي. لا لا ما في مقالب على الهواء. خلاص ما في. أوكي أوكي الحمد لله طوفتها. أوكي الأمور بس هاي في البداية. أوكي. شلون الأمور؟ كل شيء تمام الحمد لله. شلون الويكند وياك؟ والله الويكند هني. هني. إيه. حلو. قبل ما نطلع على الهواء شفتي مقدمة برنامج دبل لايك. شفت المقدمة وشفت في ممثلة تبعي طالعة في المقدمة اسمها ياسمين. حسيت بالفخر الصراحة أن ممثلتي موجودة في المقدمة. مقدمة برنامج دبل لايك. تحية حق ياسمين. ياسمين ما قصرت معانا. جات وجد في مجمع مراسي جاليريا وشتنا المقدمة بسرعة. ما تعبتنا. شاطرة شاطرة ياسمين. جدا جدا شاطرة جدا شاطرة. فعطتنا أجواء جميلة. وتحية أيضا تصل إلى الفنانة أبرار زينل هي اللي غنت المقدمة. فأبرار الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك وشكرا على صوتك وحضورك. شكرا على تقبل دعوة وزارة الإعلام بشكل عام وإذاعة البحرين بشكل خاص عشان تسجلين لنا مقدمة برنامج دبل لايك. فاطمة تقي عندها قصة قبل ما تدخل عالم ومجال الفن، التمثيل، الإخراج، الإنتاج، الترجمة، عالم المسلسلات والأفلام القصيرة. شنو قصة فاطمة تقي؟ والله قصة طويلة بس عندنا وقت صح؟ جدا. أوكي. أول شيء أطالعك أطالع هني. لا لا خذي راحتك. أوكي. أنت وين يوزلك؟ أنا ما أدري أحس قاعد أحقر الكاميرا وأطالع. لا لا هذه سوالف مخرجين. خلاص مخرج يتصرف. أي. أوكي. خذي راحتك. والله في البداية دائما كان في حب الأفلام ودائما يعني كنت أحب أطالع ديزني لاند، أحب أطالع أفلام. يعني فري تايم أحلى شيء عند التلفزيون. بس ما كنت أعرف شنو بسوي في التلفزيون. ولما تخرجت من المدرسة أخترت تخصص الإعلام، بس الوالد قال لي أبيش تدرسين أدب إنجليزي. ما رضى أدرس إعلام مع الأسف، فخلوني أدرس أدب إنجليزي. ورحت درست أدب إنجليزي، ما حبيت التخصص بالمرة، مشي الحياة على الله وتخصصت أدب إنجليزي ترجمة لين ما تخرجت وأني ما أعرف شنو بسوي، على أساس أن أدب إنجليزي ليه فرص كثيرة في البحرين وهاي الأمور.
أول ما تخرجت صديقتي طرشت لي أن في معهد يبون مدرسين ولحين ما حصلت الشهادة، بس قلت يلا خل أقدم. قدمت، قالوا لي يلا باكر تشتغلين. حتى قلت واو الشغل كذي، يعني توني متخرجة صار لي أسبوعين حتى الشهادة ما حصلتها. قلت والله الأمور سهلة. فما حد حذرني أن فاطمة لازم أول شيء توقعون كونتراكت، لازم تسوين هالأمور، يعني قلت في ذي موضمير في الأمور. وهاي اشتغلت شهر واحد وين المعاش؟ لا بعدين منعطيش المعاش، لازم يخلص الثلاث شهور ونعطيش المعاش. لين ما خلصت الثلاث شهور وكنت أشتغل دبل شيفت، إيش رأيك دبل لاك دبل شيفت؟ فدبل شيفت وخلصت الثلاث شهور أعطاني معاش شهر واحد بس. هني تدمرت، يعني هاي النقطة اللي في حياتي اللي بقول اللي وصلت لشيء. تعرف لما يقول لك أن توصل روك بوتم على قولتهم الحضيض، هني وصلت الحضيض أن انكسرت لأنك تحاطة في بالي بسافر بالفلوس فما حصلت ولا شيء، يعني مبلغ جدا زهيد غير عن اللي كنت حاطتينه، حتى مو المعاش الأصلي اللي يعطيه حق البقية. قال لي لأن فاطمة أنتينا توج متخرجة وما أدري شنو وهالكلام يعني. فالمهم هاي الموضوع يعني غيرني واجد، وواجد آمن بالحقوق وأني أبي أغير من الأمور. فخديت الموضوع غضب، بس أن نحول الغضب إلى شيء ثاني. فأني لاحظت أن عندي سوبر باور، هاي الشيء لاحظته في حياتي ما كنت أدري، أن كل ما يصير لي موقف فيه غضب، أني عصبية ترى، يعني عصبية بس بشكل آخر، يعني عندي واجد غضب، بس أحول الغضب إلى رياكشن أني أقوي نفسي، أني أخذ نفسي مكان ثاني. فأني قلت شلون أن ما أرد أطيح في نفس الشيء. حسيت أني ما بشتغل تحت أحد. أوكي فاطمة ما بتشتغلين تحت أحد، شنو بتسوين؟ شنو المهارات اللي عندك؟ أعرف هذا بالإنجليزي ترجمة. أوكي بس أنا أحب عالم الأفلام، بس خاصة أنا ما درست أفلام. فقمت قلت أنا أعرف أترجم بس أبي أسوي سبتايتلز، من السبتايتلز أقدر أدخل في هالعالم. فشفت أحمد شريف توه كان بدي المصباح، وقلت أبي أسوي الترجمة حق المصباح بس ما أعرف أسوي سبتايتلز. رحت خديت وركشوب شون يسوون إديتينج وهاي الأمور. دخلت الوركشوب مع الإديتينج، علمونا شون نسوي إديتينج، ما علمني شون أسوي سبتايتلز. قلت زين استاذ ما علمتني حين اندوشة، قال لي من أول يوم أبي أتعلم شون أسوي سبتايتلز، رويتني شون أسوي إديت حق الفيديو هاي، بس أبي شون أحط الترجمة على الفيديو. قال لي فاطمة يوتيوب إت. قال هو قال لي من البداية ما دفعت حق الورشة هاي بكبر. فصراحة يعني هاي الجملة اللي عطانيها وايد فادتني، يوتيوب إت وجوجل إت أكبر معلمين شفتهم في حياتي صراحة بعد الجامعة، اليوتيوب والجوجل. فتعلمت من يوتيوب ما شاء الله، فتحت وفي كذا معلم كل واحد يشرح لك طريق ثانية حق السبتايتلز على أدوبي بريمير على ديفرنت بروغرامز، وبديت أجرب أختبره بنفسي وسويت فيديو ترجمت عليه وأرسلته إلى شركتهم. قلت لهم أن أبا ترجم لكم، أن بيوسع نطاقكم، عندكم ما شاء الله عندنا واجد ناس البحرين ما يفهمون عربي، فحرام أن ما يشوفون هالمشاهد. فاستغربت بعدين رد علي الصليطي وقال لي أنا نبيك تترجمي لنا المسلسل، ويعني طرت من الفرحة أنه يعني شغلي الخاص وأني بأتحكم فيه. ترجمت لهم المسلسل المصباح الأول المصباح الثاني، كانت مسيرة حلوة بس أني طماعة. من أي ناحية؟ أنا ما اكتفيت، لأن أنا كنت أترجم وأشوف المشاهد أقول أني أبا أكون وياهم، أبا أكون هناك، مو لما يخلصون التصوير أنا قاعد أشوفه. طيب فاطمة قبل ما أدش حق النقطة الثانية، الحين الترجمة، خلوا أقف عن الترجمة. أي. نقدر نقول أن الترجمة من اللغة العربية إلى لغات أخرى هي كان، أو خلنا نقول الترجمة من اللغة العربية إلى لغات أخرى المفتاح لدخول عالم المسلسلات والأفلام والبرامج وإلى آخره. أي. حلو. تجربة الترجمة حق المصباح، إذا قدرتي تعطيني تفاصيل الموسم الأول أو الموسم الثاني، كم ساعة شغل، كم ساعة تدقيق، كم ساعة اللهجة العجيبة الحلوة لهجاتنا البحرينية اللي نعتز ونفتخر فيها، ومن خلال تحية إلى جميع منصور المصباح. يعني إذا أحمد شريف مثلا يقول لهجاتنا أو طريقة من طرق لهجاتنا البحرينية أو أسلوب من أساليبنا، شلون يترجم؟
صراحة يعني ما كان شيء سهل. كنت دائما أحن عليهم أن أعطوني الأديتر أقول لي سلمني الحلقة قبل لا تنزل بيومين، أحتاج يومين. أقعد 12 ساعة على اللابتوب أترجم، 12 ساعة أترجم، 12 ساعة أديتنج. والله ظهري عورني يعني، وايد اشتغلت يعني، اشتغلت من قلب، بس كان فن ما بتشدب، أني كنت مستمتعة وتضحك الحلقة، وكل دور أطالعها وأضحك وأني أكتب. بس يعني إحنا في الجامعة تعلمنا نترجم تعرف الفصحى، أما تيجي تترجم اللهجة البحرينية نفس ما قلت، وشفت المشاهد اللي يعني الأشياء اللي يقولونها أقول يا رب ها شنو أترجمها، جننتوني يعني. أقول لهم من اللي قاعد يكتب النص هاي ساعات يعني، بس إنه I work it out. أحمد شريف الصليطي وأبو صابر والدرزي، في ساعات حتى استشيرهم يعني ان في هاي الجمله يعني محتاره يعني شنو اكتب. في مره حتى في اغاني قالوها اصعب شيء الاغاني يعني، هاي احنا عندنا في الترجمه اصلا في تفرعات، في الترجمه القانونيه وفي ترجمه الليترتشر وفي ترجمه ناس متخصصين للاغاني والقصائد، فاني يعني ما شاء الله تشعبت في كل شيء في هاي المصباح، ما شاء الله ما قصروا فيني. بس تجربة حلوة وايد استفدت منها يعني، تعلمت فوكابلري ومصطلحات لا لها نهاية، أشياء ما تتوقع، وانت شفت المصباح يعني الأشياء اللي يقولوها، بس تجربة حلوة الصراحة. سؤال خارج الصندوق الحين، وانت تقولين لي ان في هناك أنواع للترجمة وهناك مترجمين في كل مجال، تعرفين ايش اللي في بالي؟ لا شعوريا، اذا لو طلع مثلا في المصباح كذي مقطع حق غزاله غزلوتشي غزلوتشي، هذه من الاهازيج الشعبيه، با با با. شنو غزاله غزلوتشي غزلوتشي، شلون تترجمينها؟ صعب صعب صعب، لا تذكرني بهذه الايام الصعبه، اعتزلت المهنه صراحه. اي الاهازيج الشعبيه صعبه. كان في قصيده شعبيه، ورجعت صراحة عندي مترجمة عريقة أعرفها يعني أستشيرها، لأن ما أبي أطيح من سمعة القصيدة وأنا أترجمها، ولاحظت أني يعني ترى يعني في أشياء عريقة بس مو مترجمة، يعني مو كل شيء مترجم للإنجليزي لأن الأجانب ما بيقرونهم. تذكرين شنو كانت القصيدة أو جزء منها بس عشان أتخيل؟ والله ما أتذكرها يعني، مع الأسف ما أتذكرها، بس يا ربي كانت في أي حلقة، في حلقة اللي في واحدة اسمها فطوم يبون يتزوجونها، كلهم يتزوجونها. ذكرين اسم الممثلة، عارف الحلقة، ذكرين اسم الممثلة. فطوم شعرها كان كيرلي أحمر واللي يجي يقول لها قصيدة، وكان جمع الروائي اللي تتكلم، ويقول محمد كلايد، بعدين يقول، بعدين يقول ما أدري شنو، كل دور يقول ويقول وأنا أترجم وراء، أقول بس خلاص لا تقول شيء. He said ها؟ ولا هي عقب he said هني المشكلة. لا تقول شيء، تقولي لها يا جمعان يا حبيبنا يا أستاذنا، بس لا تقول. حتى حلقة تبي تضعف يعني، أيوة تبي تضعف، أي والله أيوة، حافظة يعني، أنا كثر ما ترجمت محفظهم. يعني لازم تحاسب في الكلمات اللي تكتبها، لأن الكلمة بالإنجليزي يعني إنه لازم تكون موازية للكلمة بالعربي، ما يكون لها جانب سيء يعني، بعد تعرف أنها تبي تضعف، ولما تقول فات يعني لا تقدر تستخدم كلمة غير فات، ما تبي يعني تقول شيء سلبي، فالمترجم لازم يحاسب أنه ما يكون يكتب أشياء سلبية يعني، فهاي الشيء اللي لازم يسوي. فالتجربة وصلتك إلى أنك تشوفين تمنتجين، تمنتجين عشان تركبين يعني، ولا هو مونتاج اكيد جاهز بالجماعه، بس تمنتجين تركبين سبتايتل يعني، يس. هذه كامل يعني، خلينا نقول نمى حب مجال المسلسلات الافلام البرامج الاخراج، مساعد الاخراج، بروديوسر، فول بروديوسر، بروديوسر شنو قلتي لي، كاستنج ذاك اليوم، كاستنج دايركتور، كل اللي شفتيه، يس. اوكي خلينا نتكلم عقب ما ترجمتي مجموعة من الحلقات قبل الفاصل، أنا عشان أختم الترجمة في جانب من جوانب فاطمة تقي، مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء اللي عرفها في كواليس، ما بديش على إعلان، ما بديش عليه للحين، إعلان مهم ذي اتصالات عليه، وين ذي الإعلان هذه من 100-200 سنة، هذه هاي بحد ذاتها يعني الهوك في الطريقة، يعني
لو احطه في فيديو بيصير الهوك يعني عشان بس نوضح. ايش كنت بقول ذكريني؟ تبي تقول شيء قبل الفاصل؟ نسيت. تبيني انا اقول شيء؟ انتي قولي شيء. انا اقول شيء. اوكي بعد الترجمه شنو سويت؟ لا هاي وا تذكرت انا ابي اختم السيجمنت هذه أوكي. بالترجمه اللي كنت بقوله، اللي تابع ويعرف فاطمة تقي ويشوفها اليوم في في في, في الكالوس في الكواليس ويشوفها في الشركة اللي بعدين بنتكلم عنها، شوف أوكي في اهتمام في المجال نفسه، ولكن التأسيس كان من خلال دراستها لأدب اللغة الإنجليزية، ترجمت هذه الدراسة إلى ترجمة لمسلسل المصباح، ومن خلال ترجمتك لمسلسل المصباح دخلتي عالم الأفلام والمسلسلات والبرامج. في نقطة بعد نسيت أقولها اللي هي قبل لا أدش عالم الترجمة بالضبط، قبل لا يوصلني الإيميل من السليطي على موافقة للترجمة، كنت متطوع في مدينة الشباب وفي ورشة تبع هوشم شرف. شوف نرجع لهوشم. ف حضرت الورشة تبع هوشم وكنت جدا خاطري أشتغل في المجال، وقلت له أن أبي فرصة انترشيب أو أي شيء نشتغل معاكم فريق هوشم شرف مور ميديا كون. والله قالي أتذكر لحين هوشم، يعني أتكلم بشفافية حين، قالي أن في وايد ناس تقدموا علينا فاطمة، لو تشوفين أجد إيميلات عندنا كلهم يبون يأخذوا فرصة تدريبية معنا، فما أوعدك بس يعني أنت طرش إيميل وشذي. وقلت له لا يعني غير يعني persistent وأبي يعني، قلت له صق أبي أشتغل. قال لي يعني أوكي بنشوف وكذي، أنتي ذكريني فاطمة. قال لي فهو قال لي ذكريني، وما أدري أني أنا كنت بذكره وظليت الحين عليه كم شهر بينما كنت أترجم لين ما جت الفرصة بعدين بعد هاشم شرف. يس اشتغلتي مع هاشم شرف صح؟ اشتغلت معه. أمس في نهاية الحلقة كان هاشم يحاول يطلع بدور الطيب. الله يقدرني على فعل الخير، أعطيني موقف من المواقف اللي ما ليش تضحكين؟ ليش تضحكين؟ ما قلت السؤال. سنقول تم تغيير السؤال، شو اللي يميز هاشم شرف؟ هذا السؤال حين؟ لا ما كان هو السؤال، ضحكت إن حسيت إن بقول شيء عن هاشم لأنه أمس جاء وأنا اليوم جيت نرجع عليه على الحلقة يعني. شو اللي يميز هاشم شرف؟ صدق والله اللي يميز هوشم يعني صراحة طيبة قلبه، يحب يساعد دائما. في شيء تعلمته من هوشم وهاي الشيء أنا أخذه في حياتي والتجارة مع الله، أن تسوي شيء يعني تسوي شيء خير وتقطع بحر، ما تتوقع شيء من أحد، فدائما نساعد. وهاي الشيء أنا بعد قمت أسويه في شغلي، دائما أساعد أي حد يبي شيء أساعده، لأنه يعني في الأخير تقولها يعني هاي الخير أنت كتبي بعد أحد يساعدك فترة، فخل أني أساعد هالشخص أنا كنت مكانه قبل. مستمعين الكرام، مستمعي أثير إذاعة بحرين FM 93.3 ومشاهدينا الأعزاء مشاهدي تلفزيون البحرين، فاطمة تقي في دبل لايك. لمة شبابية مع دبل لايك. وحياكم الله في دبل لايك. من الإعداد والتقديم يحييكم يونس العيد، الإعداد المساند، مواقع التواصل الاجتماعي والتنسيق الإذاعي ومتابعة الجوائز ياسمين مفيد. تحية حق زميلتنا في وزارة الإعلام ليالي عاشير، ليالي المختصة بمتابعة أمور الجوائز ماليا. تحية إلى سلمان الشيخ، غسان بوعلاي، مخرجنا الإذاعي حمد بوقيس، مخرجنا التلفزيوني نزار وهزاع. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3 ومشاهدينا الأعزاء برفقة فاطمة تقي. نكمل معاه السوالف لأنه بنروح حق موضوع حلقتنا، ولكن شغف القصة مستمر حتى مع موضوع الحلقة اللي جاتني عليه اتصالات. إعلان شنو قولي لي العنوان. إعلان ما نتطلب خبرة إحنا كلش، أي أحد ممكن يسجل. إعلان عمل من دون خبرة سابقة أو مسبقة، هذه موضوع حلقاتنا، ولكن
زميلنا حامد البلوشي ينطرنا في مجمع مراسي جاليريا. حامش ليه ضحكتني خليتها أغلط باسمه؟ ليش ضحكتي؟ لأن قلت اسمه خلاص. أوكي تي ضحكتي قبل. أوكي شتتي أفكاري يا فاطمة. الحين ممثلين اللي يجونك الحين شتتيني أفكارهم. لا 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 أكون ساكتة طول الوقت وشجعهم. إيه ولا شجعتيني ولا شيء فاطمة ولا قلت الله يعطيك الصحة والعافية. بشجعك لازم الحين بشجعك. ليش طلبتي جرين تي قبل ما ندش على الهواء؟ أحب جرين تي. وصل؟ لا. أوكي موجودة. وصل وصل. بيبونا. يلا نروح حق مراسي جاليريا. أوكي. ونروح حق حامد البلوشي. أوكي. لأن اليوم عنده 500 دينار مقدمة من مجمع مراسي جاليريا. أوكي. ويعطينا الأجواء ويعطينا الأسئلة اللي عنده ونرجع نكمل معاك لين ما يوصل لجرين تي. تمام. حامد البلوشي. أهلين وسهلين. هلا هلا أبو سعيد. أولا حب نمسي عليك وعلى مشاهدينا مستمعينا الكرام في برنامج دبل لايك. مثل ما تعودتوا علينا مشاهدينا عندنا مبلغ 500 دينار بحريني قدم من مجمع مراسي جاليريا، وإن شاء الله الكل راح يكون فايز معنا. ما شاء الله الأجواء جميلة هنا في مجمع مراسي جاليريا. شوف الناس قاعد تساوق والعوائل قاعد يجهزون حق المدارس. خلينا ننتقل معاكم لزوارنا الأعزاء واللي إن شاء الله الفوز راح يكون من نصيبهم. اسم الكريم حمد. أول شيء حقك تفضل حمد. عندي لك سؤال بقيمة 100 دينار بحريني قدم من مجمع مراسي جاليريا. جاهز؟ جاهز إن شاء الله. مستعد؟ مستعد. عندي لك مثل شعبي يقول لك يمدح السوق من ربح فيه ولا من تعشى فيه ولا من تسوق فيه؟ من ربح فيه اتوقع. تحس ان اللي بيمدح السوق هو اللي ربح فيه ولا من تعشى فيه؟ اكيد اللي ربح فيه. اللي ربح فيه. الف الف مبروك، وانت ربحت معانا اليوم، فزت معانا بمبلغ 100 دينار بحريني قدمه مجمع مراسي جاليريا، تستاهل. ألف مبروك اللي فوز معانا مبلغ 100 دينار بحريني مقدم من مجمع مراسي جاليريا. وخلنا ننتقل معاكم للزائر اللي بعده وإن شاء الله يكون الفوز من نصيبه. اسم الكريم حسين الجودر. عندي لك سؤال بقيمة 100 دينار بحريني مقدم من مجمع مراسي جاليريا. جاهز؟ جاهز إن شاء الله. سؤالك اليوم يقول طبعا ما شاء الله شباب، سؤالك متعلق بالشباب، متى يحتفلون بيوم الشباب البحريني؟ مو متذكر بس تقدر تعطيني خيارات؟ تبي خيارات؟ عندي لك ثلاث خيارات بعطيك اياهم. الخيار الاول هل هو تاريخ 25 مارس ولا 25 اوغست ولا 25 يناير؟ كنا مو متاكد بس 25 مارس ولا 25 مارس؟ مارس مو 25 اوغست. سبتمبر. مارس. أنا سبتمبر ما أدرك في الخيارات بس حاولت أن أوهقك. ألف ألف مبروك يا سلام عليك، فزت معنا مبلغ 100 دينار بحريني قدم من مجمع مراسي جاليريا، تستاهل. ما شاء الله الشباب يعتبرون نصف الحاضر وكل المستقبل، وألف مبروك نرجع لك. ألف مبروك للي فاز معنا بمبلغ 100 دينار بحريني مقدم من مجمع مراسي جاليريا. هذه كانت الفترة الأولى وإن شاء الله بنرجع لكم في الفترة الثانية، والكل راح يكون فايز معنا اليوم في مجمع مراسي جاليريا. خلنا نرجع لك يا ابو سعيد في الاستديو. شكرا لك حامد البلوشي والله يعطيك الصحه والعافيه. نرجع حق ضيفتنا فاطمه تقي ونروح الى موضوع الحلقه، اعلان عمل بدون خبره سابقه. شو السالفه؟ والله شو السالفه، شلون أبدي؟ أول شيء أنا عندي شركة اسمها ستورز كاستينج. شركة ستورز كاستينج إحنا شركة ممثلين وموديلز حق المسلسلات، حق الأفلام، الإعلانات، الأمور الوثائقية وكل ما يجي تحت الإعلان. فإحنا عندنا شيء دائما نقوله للناس أن إحنا نؤمن أن داخل كل شخص في نجمة، كل من ممكن يكون نجم. فما أقول لأحد أن أنت ما يصير تسجل معي، لأن إحنا شغلنا مبني على الواقعية.
يعني ليش بديت سورس كاستنج اصلا؟ لان انا قبل كنت اشتغل مساعد مخرج وبرودوسر على اعلانات واشياء، ما قاعد اشوف الممثلين اللي لازم نشوفهم، ما قاعد اشوف مودلز يمثلون الهويه البحرينيه قد ما ابي. يعني نجيب ناس ما قاعده تمثلنا او في معايير معينه للجمال، مثاليات الجمال المغلوط. فما حبيت هالشيء، حبيت ان اخلي بصمتي في الموضوع، فقمت اجيب كاستنج من نفسي، اجيب ممثلين من نفسي، لما خليت الموضوع كبزنس. فلما خليت الموضوع كبزنس وفتحت السورس كاستنج، كل ما اقول للناس ان انت ممكن تسجل وياي تصير ممثل، اقدر اخليك تصير ممثل، ما يصدقوني لحد الحين، ما يصدقوني. لازم ان اراويهم الشغل وهاي، بعضهم يتقبلون يسجلون، بعضهم شوي يتخوفون، بس بعدين لما احد يخبرهم لا ترى صدق وتعالوا سجلوا هاي يسجلون. فصدق يعني ان كل من له فرصه، كل من يقدر يسجل بدون اي خبره، واحنا بنعلمكم، واحنا بنعطيكم الثقه، نبني ثقتكم وتكونون قدام الشاشات. متى بديت المشروع؟ 2022. البدايه في التفكير والتخطيط ولا بدايه انطلاق ستارز كاستنج؟ بدايه التفكير والتخطيط نفس السنه. نفس السنه. نفس السنه. في البدايه احد قال لك من صدق فاطمه؟ هو أنا صراحة ما فكرت أفتح الشركة، يعني أقول الصراحة أنا كنت ماخذت إنه كبزنس سايد، أنا كنت حابة مساعد مخرج، وكانوا يطلبون مني في بروجيكتس، يعني طلبوا فيني في بروجيكتس مال طلبات علي بحر إذا أتذكره الأغنية، هاي الكاستينج سويته أنا كومن. فلما جبت هاي العدد من الممثلين قالوا لي إن فاطمة يعني رد، صار في طلب إنه بعد جيب لنا ممثلين يعني كذا إعلان. فقاعد يصير في شغل أوكي، بس أن أنا ممشي عادي. بعدين عندي زميلة في العمل فاطمة البستقي ستايلست، وايد حبها فاطمة البستقي، مرة واحدة اتصلت فيني وزفتني، أول مرة أشوفها تعصب، وهي ما تعصب، قالت لي فاطمة لمتى يعني بتضلين كذي؟ فتحي لك سي آر، كل ما أقول لهم جيبوا فاطمة تقي يقول لي من فاطمة تقي، لازم تحطين اسم عليك، يعني لازم تحطين براند عشان أقول لهم أن أجيبوا الكاستنج لفلاني، مو تجيبوا فاطمة تقي كأن أجيبوا لأن أنا أعرفها. فقلت لها يعني ما أفكر شي، قالت لي شنو عندك الشغل وعندك كل عليك بس تفتحين سجل. فشجعتني هي صراحة، أعطتني البوش ورحت وفتحت سجل. متطلبات الانضمام، متطلبات الانضمام لستارز كاستنج غريبة، شن هي؟ ما عندنا أي متطلبات، متطلباتنا أنك بس مؤمن بنفسك، تحس أنك تقدر تطلع الشاشات، حتى لو عندك خجل بسيط إحنا بنكسر هاي الخجل. يعني ما أبي أقول لأحد أن لا تسجل، لا تخاف، لأنه لازم تجرب في أشياء. إحنا يعني أنت بنفسك ساعات تقول هاي الطبخة ما أحبها، أنت جربتها أكلتها؟ ما تعرف، إذا أكلتها بعدين نقول ما أحبها، فجربوا عطوا الشيء فرصة. احنا كلنا جربنا اشياء وبعدين اكتشفنا انا احب هاي، هذا ما احبه، احس لازم يجربون. لاني قريت فاطمة في الانستغرام، الخبرة غير مطلوبة، العمر من سنة الى 200. ايه شلون هذه؟ حبيت اقول لهم ان كل اعمار مطلوبة، لان صدق ابحث عن كل اعمار. عندنا مرة يجيني دور رضيع، مرة يجينا دور أحد عجوز، فأني قلت خلينا نخليها شوية تضحك ونخليها من 0 to 200 عشان يتحمسون، وصراحة الناس تحمست وسجلت يعني. حلو. وحبيت أنه يعني انصدمت لما حطينا العنوان أن جدات جد مسجلين معانا، تقول أني ما أعرف للسوشيال ميديا بس حفيدي قالي أسجل إياك. يعني ما شاء الله هاي شيء حلو، أن الزمن قاعد يتغير، الناس قاعد تشجع أكثر الحمد لله. شركة بحرينية التأسيس وكل اللي فيها بحرينيين، أنا سويت اتصالات وعشان أكون منصف، يمكن بطريقة أو بأخرى في نفس النوعية ولكن مو بتركيزهم بحرينيين، صح؟ يعني من مختلف المناطق، الجنسيات، الدول، وما كان تركيزهم بالأساس على البحرينيين. فاطمة قالت لا ليش، خلا
يكونون ربعنا موجودين معنا في الشركة، والرد إحنا جريبين من بعض. ترى بيئة صناعة الأفلام المسلسلات إلى آخره بيئة جريبة، ترى نعرف فاطمة، نعرف المخرجين كلهم، نعرف المصورين، نعرف إن في دي أو بي. من نقول دي أو بي سيدتينا اللستة أصلاً في رأسنا، 1 2 3 4 5 فمعروفين. فهذه ميزة أنتوا تتميزون فيها فمشكورين عليها. شكرا. الحين حصلتوا توأم بحريني ولا لا؟ عندي توأم. كم توأم عندك؟ عندي والله يمكن 5. ايه صدق؟ ايه. أعمار مختلفة؟ أعمار مختلفة. حلو. يس. ما حيتوهق الحين؟ ما يتوهقون، بس شنو في شغلة احنا لازم دائما في تجديد. ليش حطيت 0؟ لأن الحين الرضيع كبر، صار عمره سنة، جيب رضيع جديد، لازم ندور، لازم احنا دائما نجدد الممثلين اللي عندنا. انا في اعمار قاعده تتغير، الجهال كبروا صاروا مراهقين، فقلوا الاطفال، لازم ادور اطفال جدد سجمعونا، مراهقين صاروا كبار. فدائما هاي الشغله احنا always ongoing. في شغله بعد اني اسويها ومساعدتي بروجكت مانجر تبعي تقوى، لازم اقول نكته دائما اقولها اسمح لي. فاني فاطمه تقي، وشغلت معاي واحده اسمها تقوى، فنسمي روحنا فتيات القوة، إذا تعرفون باور باف جيرلز. فأنا وتقوى عندنا رحلات ميدانية نسويها حق الشغل، نروح أماكن شعبية، نروح أماكن ما تفكر فيها، وأروح معاي بروشورات وأشرح لهم عن البزنس، أجود ناس ما تتوقعها وأقول لهم سجل معاي، أشرح لهم الشغل، وهاي أقول له أنت ممكن تكون نجم. يستغربون ساعات بعضهم أن ما يصدقون، نراويهم انستغرام، نشرح لهم كل شيء، بعدين انه يقولون احنا نبغى نشتغل وياكم. بعضهم يقتنعون بعضهم ما يقتنعون. فاني اروح ما انتظر ناس تسجل معاي، حتى اروح ادورهم. حلو. فاطمه يوم انا اللي شدني في موضوع فاطمه تقي، اولا القصه، وانا كنت صريح معك في اول اتصال، احنا ما نعرف بعض واول مره نلتقي، هذه باب الانصاف، لكن قصتك عجيبه وكان فيها تفاصيل اكثر القصه، يعني التفاصيل في أخر في تفاصيل أخرى ممكن أنت اختصرتيها، ولكن حتى التفاصيل الثانية أنا اللي شدتني. هذه 1. 2، فاطمة أنت وايد وايد عنصر أساسي في مجتمع صناعة الأفلام والبرامج والمسلسلات، لأن مثلا أي مخرج مبرع البحرين، وإحنا نعرف أن البحرين اليوم الحين محط أنظار في الأماكن، بستخدم المفردة اللي تستخدمونها، اللوكيشنات وايد. الشيء بالشيء يذكر، قبل 2 أسبوع طرش لي واحد من الشباب الفنان عبد الله ابو شهري، قال انا جاي امنتج شغلي في البحرين، لان هناك مبدعين بحرينيين، وتم يتكلم يمكن 6-7 دقائق ايش اللي يميز البحرين. يقول انا هاد كل مكان وياي وناقل شغلي وياي باغراضي، مكتبي خليته في البحرين عشان نخلص شغل مسلسلنا. فانت اليوم عنصر اساسي ومهم جدا في تزويد وتغذية المخرجين، كتاب السيناريو، كل شخص مهم ومهتم في عالم صناعة الأفلام برامج المسلسلات إلى آخره. فشكرا على جهودك، هذا بقولها على الهوى لك. عفوا عفوا، نكمل بعض، كلنا نكمل بعض في الشغل. تواضع زين، تواضع زين. وايد اللستة طويلة عند فاطمة، أنا أشوف من اللي عندهم 1 2 3 أسوي ذي، ما شاء الله لا إله إلا الله. طيب الحين من خلال تواجدني مع طاقم العمل، من يصلح يكون معك؟ والله ياسمين تصلح. حلو. ياسمين تك لأن من خلال برنامج دبل لايك 50-50. أوكي، بعطيك برسنتج، مو مشكلة. 50-50 ديل. أوكي ديل. والله العظيم طيبة. ما توقعت. طيب بس أول بروجكت. أوكي قابل. أوكي مو مشكلة، أمشي. ياسمين قابلة؟ ياسمين قابلة. قابلة تقول أوكي. حلو حلو ياسمين، ضبطنا أمورها في يعني موضوع مسلسل برنامج إلى آخره. طيب قبل ما أطلع الفاصل، في أشخاص مروا عليك، أنا أتكلم عن ستارز كاستينج، آمنوا فيك من البداية، من يوم قلتي لهم الفكرة قالوا فاطمة إحنا نعرفك بس إحنا معاك وداعمينك وسندينك على طول. في أشخاص معينة؟ في فاطمة البستقي اللي ذكرتها أعطتني البوش، في عندي صديقي حسن بعد وقف معي، كان المصور لأول كاستنج كول،
في أصدقائي وايد في البرودكشن دعموني وعطوني البوش. أمي طبعاً, أمي الأم لها فضل, كانت دائماً تؤمن فيني وتقول لي أنا تقدرين وروحي ورا حلمك. فصراحة أمي يعني الظهر والسند عندي. وبعد شنو, ما بأنسى أحد صراحة, أخاف أنسى أحد, بس أعتقد ذكرتهم يعني أغلبهم اللي كانوا معي في الكاستين كول. قبل ما نطلع من محور ستارز ستارز كاستينج, أنتوا عندكم نداء للممثلين تسوونه بين فترة وفترة. يس. طيب يجونكم بحرينيين وايد؟ طبعا في يعني it's worth it مثل ما يقولون في مجالكم. يس. هذه رسالة حق واحد من الشباب يسمعني, حاول. كان يتصل يقول لي أخي ما يجون, احنا نقول لازم تحاول فاطمة يا أخي, الدرب السهل ما بيجيك من البداية, لازم بتلف يمين يسار, بتسهر الليل, بتفكر, بتتصل على فلان, بتحرك أشياء ثانية, لازم. فكان يقول لي أنا عاني, أحتاج واحد, أحتاج اثنين, أحتاج ثلاثة. تنزل هاي اتصالك, أنا بحاول أساعدك باللي أقدر عليه. فهو يتعب نفسيا يقول ليش أنا دشيت مجالكم, ليش دشيت هالمجال, أنا عندي بروجيكت الحين لازم أطلع لي مثلا أعمار أطفال من واحد لاثنين ثلاثة. متعب. طلع ببالي سهل مجالكم صدقي. لا مو سهل. كلش. قبل ما نطلع الفاصل في شيء نضيفه عن صناعة النجوم مع فاطمة تقي؟ عن صناعة النجوم معاي, والله شنو أقدر أضيف, أن أقدر أقول أن كل من ممكن يكون نجم في الأخير, هو الموضوع بس ثقة نفس. إذا أنت آمنت بنفسك وإحنا أعطينا البوش, بس هاي اللي يحتاجه, بعدين كله سهل. فاطمة تقي, مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء في دبل لايك. ثبت الموجة على بحرين FM 93.3, وإحنا معاك على شاشة تلفزيون البحرين. This show is the best. من استديو إذاعة بحرين FM 93.3 المتواجد في مجمع مراسي جاليريا بالقرب من البوابة رقم 2, ننتقل إلى داخل المجمع مع الزميل حامد البلوشي عشان يعطينا تفاصيل وأجواء المجمع أولا والمسابقة ثانيا. فحامد مساك الله بالخير مرة ثانية, وعطنا الأجواء الجميلة اللي حولك. ويكند اليوم كلنا مستنسين الأجواء. الله على الصوت. الأجواء يا أبو سعيد, ما شاء الله الأجواء جدا جميلة هني في مجمع مراسي جاليريا. نشوف الناس ما شاء الله في الويكند في إقبال كبير على هذا المجمع. نشوف الناس يتسوقون لأن في وايد علامات تجارية هني في هذا المجمع, مجمع جدا كبير واسع. ألف مبروك اللي فازوا معانا في الفترة الأولى بمبلغ 200 دينار بحريني مقدم من مجمع مراسي جاليريا, وفي الفترة الثانية اللي هي الحين عندنا مبلغ 300 دينار بحريني مقدم من مجمع مراسي جاليريا, وكل زائر إن شاء الله راح يفوز معانا بمبلغ 100 دينار بحريني, والكل راح يكون فايز معانا اليوم إن شاء الله. ننتقل معاكم لزوارنا لعزاء. مساك طيب. مساك الله بالخير. يا مرحبا, كيف الحال؟ الحمد لله بخير. الاسم الكريم؟ اسمي خالد الحمادي, الله يسلمك. خالد الحمادي. اسمي دان الحمادي. نعم. حياكم, تفضلوا. عندي لكم سؤال اليوم. تفضل. قدم من مجمع مراسي جاليريا. نعم. بقيمة 100 دينار بحريني. جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله. سعدة؟ سعدة. من اللي بيجاوب؟ تبي تجاوبين ولا يلا؟ طبعا. السؤال هو عن البحر, لك في البحر؟ إيه نعم, إيه نعم. بين عليك بحر. إيه نعم, إيه نعم. صحيح. سؤالك اليوم يقول. في رحلات الغوص. إيه نعم. كان في العديد من المسميات والوظائف. نعم. شنو هي مهمة السيب؟ إذا ما خاب ظني على ما أعتقد هو المسؤول عن إنزاد الغواصين تحت, مسؤول عن الحبال ما الحبال, ويعني نوع المنبه لهم, ينبههم ويطلعهم يعني. واللي طلعهم. إيه نعم عليه. ثبت. إيه نعم ثبت. إيه نعم. تبي نستعين فيها؟ لا. جابه صحيح. يس. يا سلام عليك, ألف مبروك. فسمع عن المبلغ 100 دينار بحريني. بزون البحرين ما قصرتوا. بارك الله فيك إن شاء الله. استاهل. ألف مبروك اللي فازوا معانا مبلغ 100 دينار بحريني قدم مجمع مراسي جاليريا. ننتقل معاكم للي بعدهم, واللي إن شاء الله فوز راح يكون من نصيبهم. يا مرحبا. اسم الكريم؟ عيسى علي الشراوي, نواف بهزاع. حياكم, تفضلوا.
عندي لكم سؤال اليوم مقدم من مجمع مراسي جاليري قيمة 100 دينار بحريني. جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله. مستعد؟ إيه نعم. سؤالكم اليوم يقول، بعطيكم كلمات من أغنية كتابها شاعر، أبيكم تعرفون من الشاعر اللي كتابها. كلمات تقول: أنا منها من اللي الشمس لا طلت على الأرض اسألت عنها. كلمات أغنية غناها الفنان القدير أحمد الجميري، ما شاء الله عليه فنان معروف. سؤالك يقول: من هو شاعر الأغنية هذه؟ في خيارات؟ ما في خيارات؟ اي في خيارات اكيد، عندنا لكم ثلاث خيارات. الخيار الاول يقول: هل هو الشيخ عيسى بن راشد رحمة الله عليه، ولا فهد برسلي، ولا عبد الكريم جاسم؟ انا اقول عيسى بن راشد. اي نعم. تستشيره؟ انا اقول الشيخ عيسى بن راشد رحمة الله عليه. الشيخ عيسى بن راشد رحمة الله عليه. ثبت؟ اي نعم ثبت. الف الف مبروك، فزتم على مبلغ 100 دينار بحريني قدم مجمع مراسي جاليري، تستاهلون. وننتقل معاكم لاخر زائر او زائره، واللي ان شاء الله الفوز راح يكون من نصيبها. يا مرحبا. اهلا، السلام عليكم. السلام، الاسم الكريم؟ ساره سعيد محمد. اختي ساره، اليوم لك سؤال مقدم مجمع مراسي جاليري قيمته 100 دينار بحريني. مستعده؟ ان شاء الله. اخذتي فرع المجمع؟ اي شوي. اتفارة. السؤال هو متعلق في المجمع، في شيء صار في المجمع مثل السحب. زين، احب اقول لك السؤال، انا قاعد امهدلك حق السؤال. سؤالك اليوم يقول: ما هو موعد السحب على السياره في حمله تسوق واربح؟ الحمله اللي موجوده في الخلفيه ما شاء الله في مجمع مراسي جاليريا، هل هو تاريخ 7 سبتمبر، ولا 7 اكتوبر، ولا 7 ديسمبر؟ 7 اكتوبر 7 سبتمبر. السحب ان شاء الله راح يكون قريب. 7 سبتمبر ان شاء الله. ثبت ان شاء الله. اكيد. الف الف مبروك في استماعنا مبلغ 100 دينار بحريني قدم مجمع مراسي جاليري. انا حاولت شويه العب بالخيارات بس ما شاء الله عليك جاوبتي صح. الله يعافيك، الف مبروك اللي فوز معانا في الفتره الثانيه بمبلغ 300 دينار بحريني مقدم من مجمع مراسي جاليريا. اليوم وزعنا مبلغ 500 دينار بحريني مقدم من مجمع مراسي جاليريا، ونضرب ان شاء الله باكر زوارنا الاعزاء اللي ما يانا اليوم باكر بعد عندنا مبلغ 500 دينار بحريني مقدم من مجمع مراسي جاليريا. وان شاء الله الكل راح يكون فايز معانا في هذا البرنامج، برنامج دبل لايك. نرجع لك يا ابو سعيد في الاستديو. شكرا لك حامد، الله يعطيك الصحه والعافيه. كملي معاكم مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير أثير إذاعة بحرين في أم 93.3 ومشاهدي تلفزيون البحرين مع ضيفتنا فاطمة تقي. معلومة وصلت لنا، تقول يا فاطمة هذه المعلومة شنو؟ أنك وايد فضولية ولكن الفضول الإيجابي. الحمد لله. صح ولا صح؟ صح. من اللي قال هالشيء؟ أنا أستطيع أن نبوح بذلك. طيب، هذه المعلومة تجرنا حق شيء ثاني أو تأخذنا إلى شيء ثاني. العديد من المشاريع اللي اشتغلتي عليها، وأيضا من خلال من خلنا نقول ستارز كاستينج وتواجد فاطمة مع فريقها، طبعا تحية لها أقوى مرة أخرى عشان ما ننساه فريقكم كلكم. طيب، في موقف يقول: اشتغلتي في بروجكت تزامنا مع أعياد مملكة البحرين الوطنية. أوكي. في أكثر من 100 شخصية تقريبا. أوكي. مع شركة بحرينية، ساعات عمل طويلة، وفي بعض المواقف صارت أن قبل التصوير يعتذرون الشخصيات، ولكن فاطمة تقي كان عندها أسلوب آخر. سمي، أنا ما بقول اسم الشركة يعني، أنت عرفت البروجكت أعتقد. هاي هو العيد الوطني للطواف. أوكي. الفكرة شنو سوت فاطمة؟ البروجكت عود مع شركة كبيرة وفكرته جدا عظيمة. yes. وانتم ملتزمين في أيام تصوير فاطمة، هذه شيء مو طبيعي، يعني الدقيقة محسوبة وناس تعتذر قبل التصوير. شو سويتي؟ والله اعتذروا. تصوير كان روح الست الساعة 6 الصبح. نتصل في ممثلين ما قاعدين يردون. ها
هاي الشيء اللي دائما عايش عليه خوف، يعني ما اقدر انام الليله هل الممثل بيجي الصبح ولا ما بيجي، هذا خوفنا الدائم. ففي ممثلين حتى ما اعتذروا ما ردوا، طبعا نأكس عليهم ما نجيبهم شيء، اي ممثل يخون الثقه ما بنجيب اي شيء لمعلوماتكم نجومنا. في كون عندنا تعرف اللي يجيبون احصنه ويجيبون هاي حق ادوار ثانيه، فبس جاي حق الدليفري سيدة مسكته قلت له تبي تمثل؟ يقول لي شو ممثل؟ قلت له ما على بشرح لك اوكي يلا. وسيدة دخل على الدور واتصل في ناس حازت الحازة، احنا عندنا سيستم معين ان نعرف كل واحد وين ساكن على الاقل في نطاق المنطقة اللي احنا فيها، لان احنا كنا في منطقة بعيدة يعني مستحيل ان بتوصل لها خلال 10 أو ربع ساعة. فعرفت النطاق اللي أنا فيه واتصلت في ناس قد ما أقدر أنا مساعدتي، واللي قاعد يعني 6 الصبح ورد علينا جبنا هاي شغلنا يعني باك أب على طول. باك أب لازم، يعني اللي بيكون مع فاطمة تاقي ما راح يتوهق إن شاء الله. إن شاء الله. موقف الثاني، في شخصية الجزء الأول من التصوير كان الساعة 11 بالليل، أوكي خذت بريك لمدة 10 دقائق يا فاطمة، بهاللحظة تختفي هذه الشخصية ويرجع بيتهم وانتم ما تدرون، والبريك مدته 10 دقائق. شنو سوت فاطمة تقي؟ لحظة هاي تصوير اعتقد عرفت هالتصوير، فيلم قصير هواك هاي يتكلمون عنه. الله العالم. مو بنساها، هني في هاي الدور كنت مساعدة مخرج وكاستينج، فانصدمت قلت لهم وين الممثل، لان كان في برودكشن تحت قاعدين عبالي قاعدين يحرسون البيبون، يعني ما مقفل عليكم البيبون. يقولون لي الممثل راح يدخن برا. قلت لهم شلون يروح يدخن برا، هذا ما يدخن، حتى اعرفهم يعني قلت لهم ما يدخن. قالوا لي لا فاطمه يدخن شيء، يمكن ما راح برا والممثل مو برا، لازم نصور خلاص بنقفل. تعرف التصوير الوقت فلوس، فلوس قاعد تطير. فأي شيء يعني قاعدة أفكر، ومشكلة أن في بدلة مصممة على سايزة، فأنت حط في بالك الحين أن بدلة ولازم نمشي على ألوان معينة وعلى البدلة، فالحين من وين أجيب واحد يلبس نفس البدلة ونفس السايز؟ فكريتيكال ثينكينج صير أطالع حواليني، وفي فريق التصوير أشوف من يشبهها من نفس السايز، وشفت واحد من البرودكشن أسيستنس قلت له ما بقول اسمه أنت يلا تعال بنلبسك ونخليك في الدور. بس صراحة عطانا أداء صدمنا، هو دور بسيط. استونس استونس لحين ما حد ينسى اللحظة في الفيلم، ما حد ينسى اللحظة اللي صارت في التصوير، وصفقنا له وشي شجعناه جدا متحمس. بعد توفيق الله فاطمة لها دور، أنت المنقذة يعتبر. أوكي خلاص عندي ديلة معاك بعد البرنامج. أوكي. في ديل يصير توافقين عليه بدون ما تدرين عن الديل؟ ديل؟ أوكي مو مشكلة. صدق فاطمة؟ أي بنشوف الديل. أوكي بعد البرنامج إن شاء الله. الموقفين اللي ذكرتهم عشان ما أسألك السؤال بطريقة مباشرة. أوكي. فاطمة وفريقها في ستارز كاستينج من خلال خبرتها مع المواقف السابقة شلون تختار شخصياتها مع العميل أو مع المسلسل أو مع الفيلم أو مع المنتج؟ أوكي. إحنا عندنا بروسس معينة نمشي عليها. طبعاً نداء الممثلين اللي أسوي في أصور الممثلين، أتعرف عليهم شخصياً واحد واحد، أسوي معهم انترفيوز، أفهم عنهم، حتى أسألهم شو تشتغلون، شو تسوون في وقت فراغكم، لازم أفهم شوي عنهم عشان أعطيهم نبذة بعدين إذا بطرحهم حق مشروع أن هذا الشخص الفلاني كذا كذا. فيجيني بروجكت، يجيني مخرج فاطمة أبي ممثل بهالصفات. اي نعم. ساعة تكون دور صامت، ساعة تكون دور متكلم، بس في صفات معينة لازم أمشي عليها. فهني يجي دوري، لازم أشوف الليستة اللي عندي، أشوف من مناسب لهالدور، لازم أكون دقيقة في الاختيار. فأطرح لي بروبوزر على أحسن مناسبين للدور، يختار منهم شخصين 3 أشخاص. إذا دور فيه متكلم ساعة يكون فيه بروفا، يبي يشوف أورديشن، يشوف أداء للدور، على هالأساس بيختار ممثل. وساعة نخليهم يصورون فيديو على حسب الوقت. فهاي البروسيس تكون للاختيار، ودائما الحمد لله يعني الاختيار يمشي على خير. ساعات أن
المخرج صعب ويشوف كذا شخص ونغير ونغير، بس تمشي الأمور على خير. وانت لك ناظرة أيضا. أنا دائما I push، يعني أنا في مشروع اشتغلت عليه قلت لي ما نذكر أسامي، بس كار برنامج وايد سويت بوش في البرنامج، يعني المخرج يختار ممثل وأنا أقول لهم لا هذا برنامج عرض عندنا في التلفزيون؟ إيه إذا عرض عندنا أوكي عرض يعتبر صح. أنا الهوى الحين شوفي أي هاي هو عرض، إحنا عرضوا في التلفزيون عندنا؟ إيه لا عرض في التلفزيون صح؟ قولي اسمه. أنا لها يس. أكيد عرض إيه. فكنت واجد أسوي بوش في الاختيارات أنهم يختاروا ممثل، بس أنا أقول لهم أنا أحس هاي الشخص يناسب الدور، فأحاول أقنعهم دائما لي دور أحاول أقنعهم في هاي الممثل أن أعطوه فرصة، وبعدين يعني الحمد لله يعني يمشوا على اختياري ويقولون أوكي طلع فاطمة، فالحمد لله. خلنا نتفق فاطمة على شغلة، إذا ما عليك أمر وكلافة، الحلقة شيرت بناء على قصة من قبل فاطمة ودخولها المجال، اثنين تأسيس شركة بحرينية مهتمة بمجال وايد مهم اليوم عندنا في البحرين من قبل والحين ومستقبلا بإذن الله تعالى، ولكن أقول باب إحقاق الحق والإنصاف لفاطمة تقي أن ما تكلمنا عن أدوارها وشغفها وحبها للإخراج من خلال العديد من الأدوار، منتج، مساعد منتج، مخرج، مساعد مخرج أو مساعد مخرج عفوا، صحيح؟ صح. هذه عشان نوضحها حق المستمعين والمشاهدين الأعزاء، لأن ما نقدر نغطي اليوم، عندنا ساعة لأن مرتبطين بساعة. أوكي. فيعطيك الصحة والعافية وشكرا على قبول الدعوة. عفوا. توعدينا نفس هاشم شرف نتينا إن شاء الله حلقات جاية نسولف عن الفكرة. إن شاء الله بالعكس بالعكس نجي. أكيد. إيه. أوكي. خذي المقطع طرشي حق هاشم قولي لا أنت أكدت على يونس ولا لا. الله يقدرني على فعل الخير. إن شاء الله. شكرا فاطمة تقي. شكرا. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية فريق دبل لايك، تقبلوا تحيات غسان بوعلاي، سلمان الشيخ، ياسمين مفيد، حمد بوغيس، ومخرجنا التلفزيوني نزار بوهزاع. مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء، ضيف السبت عنونت حلقته الشمولية وقصة مقابلة 70 شاب مهتم بالإعلام، ولكن في أمان الله. We'll be right back.